المقابلة كانت صعبة بزاف كيما شفتو، يعني كيف
كنا بريزون في المقابله هذه نسكن لي جوار ستاف ونتمنى ان شاء الله ما نحبسوش هنا باسكو هذه السيناريو كما نقول لك اللي كنا نحوسوا عليه نديروا ان بون ديبي ان شاء الله باش نقلعوا ولازم كما نقول لك نساو الماتش هذا ونخلوا في المقابله اللي جايه باسكو راح تكون صعيبه بزاف. انا الحمد لله على هذه البدايه هذه ندعو الفرصه خاصه تاعنا قوية قمت بها اليوم. الحمد لله. الحمد لله المقابلة كانت صعيبة بزاف. داك الوطني هذا. بفضل مجهودات تاع الجوار. درنا ماتش شباب ما تقلقناش والحمد لله حبيب هو الكابيتان الرابع تاعه هو يزيد يكمل اكمل له. طيب اليوم المقابلة كانت جميلة بالنسبة للفريق اليوم وخذت تسجيل الهدف تاعك. الحمد لله يا ربي شغل درنا اللي تبغي باش نجيبوا ضرواف وجبنا ضرواف مالك سريان كيما يقول لك شفت سوا غالية بزاف. الحمد لله يا ربي مازال كونفيرمون ماتش تاع نهار الخميس ان شاء الله مع عندنا وهذا البيت لهنا تلالي ونقصوا صغير مزيان صغير كان بارك علينا.